سمعت السيد كذلك بالنسبة للأخ سعد يسأل ما حكم يعني لعبة المحابس؟ هل في إشكال؟ حبيبي المحابس بما هو محابس ما في اشكال، يعني خلي محبس كذا وهذا يطلع باي عظم، ما في مشكله يعني من الناحيه الشرعيه ماكو مشكله. اما اذا احنا تراهنا وخلينا كذا واللي يربح نعطيه هيك وكذا، المراهنه فيها في اشكال، ونحن بدورنا كقضيه اخلاقيه نقول في الواقع اخواني شهر رمضان شهر عظيم، او ساعاته واوقاته ودقائقه كلها فيها عظمة وفيها بركة وفيها فضل، أجي أنا أقضيها بساعتين وثلاثة. للأسف بعض الفضائيات هم هو أي يطبلوها وسووها وخابصيها حتى يلهون الناس عن ذكر الله، تعالوا اذكروا الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر على أي حال لا يفوت عليكم الفضائل.